أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأئمة الاثنى عشر بريئون مما يعمله الرافضة ومما ينسبونه لهم من الأقوال والأعمال؟ بلا شك أن الأئمة الذين هم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بريئون من ذلك ولا يرضون به. نعم. يقول: وهل هم صالحون نحبهم مثل بقية الصالحين من أولياء الله المتقين؟ نعم نحبهم لأمرين: أولاً لإسلامهم ودينهم، ونحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم ما قالوا بقول الرافضة ولا قالوا بقول الشيعة، لكن الشيعة يكذبون عليهم وينسبون لهم أشياء كذب، كلها كذب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.